حكمتين احفظهما في هذه الحياة، وأنت في قمة الغضب لا تتخذ قرارا، وأنت في قمة السعادة لا تعطي وعدا. إذا نصحتني على انفراد فقد نصحتني، وإن نصحتني أمام الناس فقد فضحتني. لا تبكي على وسادتك فلن تغير من الأمر شيئا، قم وابكي على سجادتك وسيرزقك الله وبعد العسر يسرا. تنفس بلا إله إلا الله، وعاتب نفسك بأستغفر الله، وتألم بيا الله لك الحمد، وتعجب بسبحان الله، وافرح بالصلاة والسلام على رسول الله، واحزن بإنا لله وإنا إليه راجعون، واكسر سم عينك بما شاء الله لا قوة إلا بالله، وابدأ بسم الله واختم بالحمد لله. أسأل الله أن يرضى عني وعنكم، أليس بعد الرضا إلا الجنة.